سفر الموت بعد الشهادة. في سفر الخبر وصل إلى يزيد لعنة الله عليه، قال إيش صاير؟ فقالوا له إن طفلة للحسين انتبهت من نومها فزعة مرعوبة تريد أباها الحسين. قال لهم خذوا لها رأس أبيها تتسلى به. فجاءوا برأس الحسين وكان مغطى في ذلك الطبق بمنديل، وضعوه أمام رقية. فقالت رقية: عم زينب ما طلبت طعاما. فقالت لها عمتها: زينب مقصودك في هذا الطبق؟ رفعت المنديل، ماذا رأت؟ رأت رأس الحسين مخضبا بالدم. نادت: أبا أبا أبا، يا من الذي خضب شيبتك؟ من الذي قطع وريدك؟ من الذي أيتمني على صغر سني؟ وضع آيات فمها على فم أبيها الحسين تشكو له، تقول له: أبا أبا أبا، يا لقد ضربونا بالسيار. أبا أيها أبا أبا، أسرونا من بلد إلى بلد. ثم أنها غشي عليها، فقال زين العابدين: عم زينب ارفع الطفلة، فلقد فارقت الحياة. أوالي 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 أوالي، طفلة المظلوم خرت فوق راسه تقبله صيح: بويا ضيعتني وقبل كنت مدلل، قرع جفاني يا بويا وذوب حشايا اليتيم، من تهل الدمع عيني يضربوني وانشتيم. جيت بحماكم عزيزة ولا شفت ذلة وهضم، واصبحت بعدك يتيم وفوق ناقة مهزلة. لو جرى دمعي بخدي من ينشف دمعتي، مروعة ولا شوف لي واحد سكن روعتي. لا بقى العباس لي ولا شباب من اخوتي، فروسهم فوق الأسنة والأجساد بكربلة، وانحنت فوق تشمة دمعها بخدها سفوح، عن جبين امسحت دمه شهقت وغابت الروح، وماتت وراسه بحجرها والحرم ضجت بنوح. كعبة الأحزان قامت والمدامع سايلة، مددت طفلة أخوها غمضت منها العين، عن حجرها راس أبوها شالت بلوعة وحنين، ودار النسوة عليها وجدد ومات، وخرت سكينة على جنازة اختها معولة. صيح ماتك نحل عظامي وفتت للقلوب، امدده والناس
تتفرج علينا من دروب لشق جيب عليك لكن ما بقت لنا جيوم والدمع قرح ولا ظل دمع لجنك نهمله صدتونا نادت يا عمه بالعجل ودي خبر الكربلاء حتى يجينا بالفضل نحفر قبر والشهيد حسين خلي يجيب كافر وسدر الحسين هو بقي على بوغا كربلاء بلا غسل ولا كفن شلون بعد السدور وكافور وكفان بقي ثلاثا على بوغا كربلاء روحي فدالك يا الذي للغسيل ما نال ولا الجسد منا حمل من فوق شيء ولا الجنازة هللت من خلفها رجال ما حد حفر قبره ورا جثته كافور تربة والغسيل دمه الجاري والكفن فصلى أبو محمد بواري قبره بقلب اختي خذوها بجمل عاري قلب الذي قضى يا حياته في بواجي والله مرمي ثلاثة أيام لتجهز والإنشاء أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب